دايما ببدأ ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب أشطر كتكوت متابعين قناة مشوار مع رحمة، يلا تعالوا معايا نشوف رايحين فين. احنا دلوقتي في العتبة، خارجين اهو من محطة العتبة. حبيت اعرفكم الطريق برضو من اول وانا لسه في المترو عشان محدش يتوه. ده كده عند العتبة، انا كده خارجة هخرج اهو اتجاه عدل منصور. كده اهو بصوا ناحية اتجاه عدل منصور، تمام خرجنا اهو. بصوا كل ده انا لسه جوه المترو يا جماعه، انا لسه ما خرجتش. المحلات دي كده جوه المترو، يلا خليكم معايا. بصوا حبايبي احنا كده دخلنا مترو العتبه من تحت، ده كده عنده المحل هنا اهو، اي حاجه ب100 يعني، ده كده ب100 وفي منه ايه اشكال وموديلات اهي. بصوا كل ده المحلات دي كلها في العتبه من تحت قبل ما تطلعي فوق، يعني قبل ما تخرجي بره. هنا كذا محل اهو، في لبس اطفالي وفي لبس بناتي. هنا ده برضو ب100 اهو، كل التيشيرتات الاولادي دي ب100 اهي، كل ده في العتبة من تحت 25 جنيه، اللي هم الحاجات اللي هنا دي اللي في نقل. في جوه حاجات ب35 و50، كل ده في العتبة من تحت قبل ما تخرجي بره. وفي برضو الموديلات دي، البريسات دي، هنا برضو الموديلات اهي، التيشيرتات عاملة 99، عنده حاجات اطفالي برضو اهو. كل ده لبس العيد، وفي حاجات ب100، في حاجات ب150 اهو. هنا اي حاجه ب150 اهو. بيقولك ايه، اي بنطلون او جيبه ب100، اي فستان او بلوزه ب150. ده برضو ايه، كل ده احنا لسه جوه المترو. في برضو الاكسسوارز دي عاملة من اول 15 و20. كل ده كده في المترو يا جماعة من تحت، لسه ما خرجناش بره. انا كده جبت لكم جوله كامله متكامله بامر الله. حبايبي هنا في كوتشيهات، اي كوتش عامل 125 اهي، دي المقاسات اللي هي الصغيره، المقاس اللي هو السن المحير. اي حاجه من هنا علشان العيد بقى وكده، فالدنيا هنا برضو زحمه. شارع الرويعي في العتبه قدام بالظبط فرشه الصياد، الفرشه دي مشهوره هنا، هو هنا قصاده على طول. اي حاجه عامله 125 اهي.
دي المقاسات الصغيرة اللي هي المحيرة. دي بقى المقاسات الأكبر شوية برضو عاملة 125 اللي هي الحاجات البنات. الموديلات دي عاملة 125. في منها بناتي وفي منها أولادي. برضو هنا أي حاجة من دي عاملة 125. برضو موديلات متنوعة على حسب ايه كل واحدة وذوق. دي 125. هو الحمامة يا الله يسهل. خد علينا. هنا الكوتشهات اهي عاملة 225. اي كوتش برضو من دول اي حاجة يعني. دول اللي هم ال 205 تمام. دول ب 225. اي حاجة تانية عاملة 175. بس دول اللي هم بتوع الجامعة عاملين 225. منه الاشكال دي ومنه دي اللي هي الكوتشهات الكبيرة. بس اللي هناك دول عاملين 175. دول اللي عاملين 175 دول عاملين 175. دي المقاسات اللي هي ايه الكبيرة. لا من اول 37 لحد 41. الجزء ده كده عامل 175. كام ده؟ 175. ده كده عامل 175. ده عامل 175. دي الفرشة بتاعته بالظبط في شارع الرويعي في العتبة قدام العربي للمعادن الحديثة. هو ده هنا مكانه على طول قدامه على طول. والاطفالي برضو عنده هوب 125. عنده الاطفالي هوب 125. ده 125 اي حاجة للاطفال. كل الحاجات الاطفالي دي كوتشات و عاملة 125. بناتي وأولادي من أول مقاس صغير لحد مقاس السن المحير وبعد كده مقاس الأكبر.